صديق، كما سبقت الذكر اليوم نعيش نفحات المصالحة الوطنية، ثمار المصالحة الوطنية، والسكن ثمرة من ثمار المصالحة الوطنية. كذلك أريد أن أقول أن للذين احترفوا زرع اليأس والكرب أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية حقيقة لا كذب، وهي اليوم 2000 عائلة لتستفيد من سكنات لائقة، وسيهدم عن آخره حي القصديري لما يسمى بحي الماتش، وستتبعها عمليات أخرى إن شاء الله تمسس كذا وتمسس كل بلديات الولاية وكل دوائر الولاية، ولا تقتصر فقط على السكن الهش بل تقتصر كذلك على أصحاب طلبات السكن الاجتماعي الذين لهم حصتهم في هذا السكن، والحصة الكلية لولاية سكيكلا هي 29 ألف سكن، منها 11 ألف منجزة، والباقي يتعدى 50-80 حتى 90% من الإنجاز. بالنسبه للسكان يعني اللي مش مدمش عمليه فيه مرحله ثانيه اللي يسكنوا، طبعا عندنا المرحله الثانيه ستاتي قبل نهايه شهر اكتوبر 15 الاولى ان شاء الله، وستمس زفزاف اول وزفزاف اثنين، وستمس كذلك من نسيناهم في حي الماتش، اللي ممكن نسينا ناس ستعاد دراسه ملفات، ومن لهم حق سيستفيدون من السكنات، والعملية الأخرى ستأتي بعد الانتخابات إن شاء الله، وستمس كل بلدية الولاية وكل دوائر الولاية التي بها سكنات جاهزة. فالعملية لا تقتصر فقط على هلامي، ولكن عندما قلنا أن عملية رقم واحد معنى هذا